لكن انا بابا اقول لكم جمليا يعني مساله اتفاق النفاش بتوازي بين القوات المسلحه بكل إرثها ووظيفتها مع حركة التمرد، وذلك ببناء القوات المسلحة بنسبة 50% من الجيش الشعبي لحزب الحركة الشعبية و 50% من القوات المسلحة القومية. هذا تنسيب ظالم وضار وتنزيل عملي ومعنوي لهذه القوات المسلحة، الأمر الذي يهدم بناءها المعنوي ودافعيتها الوطنية ويهدد الأمن القومي للشمال وللجنوب ذاته. يعني ما ممكن تقيم القوات المسلحة الجديدة نصها من قوات حزبية. وأصلا قواتنا بالمناسبة لعلمكم يعني القوات التي كانت تعمل في عمليات الأمن الداخلي في الجنوب 70% منها أو 75% منها من الإخوة الجنوبيين، لأن الفرم بتاع الجيش ده لما تخش القوات المسلحة بتبقى سوداني، تاري ما في الضنقلاوي الدينكاوي ده كله ما في، ما في جاي من الجنوب جاي من الشمال جاي من الشرق جاي من الغرب ده كله ما في. دي قيمة القوات المسلحة السودانية التي أبقتها حتى هذه اللحظة رغم الشرور والمحن والبلاوي التي مرت عليها. يعني في كلام كثير جدا في الترتيبات الأمنية دي لا داعي لإشغالكم به يعني وبرضو من شرور نفاشة إن عاوز تخفض القوات المسلحة الجديدة للوطن القائم على هذه الوحدة، عاوز تخفض عدد القوات المسلحة إلى 39,000. 39,000 يعني 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 ثلاثة فرق، يعني ثلاثة فرق دي الفرق الآن موجودة في الشرقية فقط يعني. فده كلام ما لا يكفي للأمن القومي، عشان أوريكم ده النوايا أصلا التي وراء نفاشة يعني وراء الترتيبات الأمنية دي. القصد منها أصلا أن تكشف السودان كله جنوبه وشماله يعني. يعني الكلام ده لا يستفيد منه الجنوبيون، ما تفتكرون الكلام ده أصلا بيستفيد منه الجنوبيين، لا، الكلام ده بيكشف السودان شماله وجنوبه لقوة أخرى يعني. طيب نمشي لقدام، بقول انه من كل ما ذكرت على يتضح انه ترتيبات الامنيه تقوم عليها الوحده المطروحه هي ترتيبات هزيمه وطنيه شامله حقيقه يعني. يوضع بها السودان الشمالي والجنوبي مكشوف، والشمالي مكشوف لقوات الحركه الشعبيه وحلفائها يعني. الحركه الشعبيه الان طبعا عندها احلاف، عندها تحالفات، عندها علاقات. حتى الان قائمه هذه العلاقات ومعلنه ومكتوب عنها ومصرح بها يعني. هذه العلاقات الخارجيه مع جهات هي اعداء لشمال السودان. أعداء تاريخيين وأعداء حقيقيين وأعداء أصيليين، وهم العدو ما في غيرهم أصلا. فلا يمكن يكون في طرف في وطن واحد يتولى عدو الطرف الثاني ويكون معه مواطن واحد يعني. ده كلام لا يقبله العقل يعني أصلا يعني. نمشي لقدام شوية بس دقيقتين عشان نلخص في اعتبارات، في اعتبارات طبعا قانونية ودستورية في بلاوي الاتفاق بتاع نفاش ده. من ضمن الاعتبارات دي انها اصل يعني 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 طيب نمشي اعتبارات قانونيه دي. اول شيء يعني في شروطها للولايه، احنا كمسلمين عندنا حدود من الدين من بنقيف عندها لا نتجاوزها يعني. يعني دستور نفاشه ده اللي حيستمر به الحكم اذا استمرت الحياه اصلا لا يعطي الولايه لمسلم، لا ينص بانه رئيس الجمهوريه يكون مسلم، ولا ينص بانه رئيس الجمهوريه يكون ذكر، ولا ينص بالعدالة في رئيس الجمهورية. ديل الثلاثة أهم شروط أصلا في دين الله للولاية الكبرى. إذا راحنا الثلاثة ديل معناته هذا الـ هذا الـ هذا الـ لا لا لا. طيب في كم دقيقة ثانية؟ طيب طيب تم جرى نمشي لقدام شوية، نمشي لقدام بالله. أصمتوا يا أخي، أرجوكم أسمعوا يا أخي، أرجوكم أسمعوا يا أخي. في استبيان قام به أكاديمي، في استبيان قام به في حق يا أخوانا، في حقائق موضوعية، حقائق اجتماعية ينبغي يعني ينبغي استصحابها يعني. يعني في الاستبيان قام به دكتور سراج الدين عبد الغفار على شريحه واسعه من الجنوبيين، ولا لا لا لا، الاستبيان ده الذي جاء في تقرير مركز دراسات البحوث والدراسات الاستراتيجيه الصادر عام 2007 يعني. استبيان بيقول الاتي: الف العلاقه بين الشماليين والجنوبيين ضعيفه، ولا يحبذ الجنوبيون الشماليين ولا الاندماج معهم في مكان واحد. دي خلاصات الاستبيان يعني. خارج السودان يفضل الجنوبيون عشرة الأجناس الأخرى على الشماليين،
مما يثبت عناصر الفرقة في نفوس الجنوبيين تجاه أبناء الشمال. قال الرأي الجنوبي بأن المنهج التعليمي السوداني أقل ملائمة مع الجنوبيين من المناهج الإفريقية الأخرى. الأغلبية العظمى منهم يرون الانفصال عن الشمال هو خيارهم، وأنه لا توجد بوادر وحدة مع الشمال في المستقبل القريب. قالت الدراسة إن السياسة الاستعمارية التي مورست هذا الكلام ذكرته إليه كما أثبتت إنه أبناء الجنوب، هذا قول الدراسة، أثبتت الدراسة إن أبناء الجنوب أقرب للشعبين اليوغندي والكيني من حيث أنهم لا يضمرون لهم مشاعر البغض التي يكنونها للعرب وجلابة. كما دل استبيان أجرى على شريحة من الشماليين ومن الشباب إن الانفصال هو الحل الناجع للعلاقة الشائهة مع الجنوبيين، وأنه أقل تكلفة من الصراع الديني والحرب الأهلية والتباعد والشدة، لأنه الانفصال الصحيح السلمي المنطقي العادل ده بيجيب جوار، والجوار الحسن ده أحسن من 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 قد يكون أحسن من المواطنة ذاتها. طيب الخلاصة، الخلاصة معليش الخلاصة يعني الآن اتضح للكافة إنه مشكلة الجنوب هي سبب، والحرب التي في مشكلة في بسبب مشكلة الجنوب هي سبب تخلف الجنوب وتخلف الشمال، وكبدتنا بلاوي وخسائر في الأنفس والأموال والثمرات. لا 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 لا, لا, لا ما في داعي أن تستمر يعني. والآن تقاسم السلطة مكن الجنوب من صلاحيات مطلقة في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والإدارية، وكذلك حصوله على نصيب مقدر من حكم الشمال، كما تم فصل النظام القضائي. حتى النظام القضائي في الجنوب منفصل عن نظام القضاء الشمال، يتصل بس في المحكمة الدستورية. وكذلك تقاسم الثروة أبطر لنظام سياسي اقتصادي منفصل مختلف جدا من النظام الاقتصادي في الشمال. كل ذلك يعني 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 ده كله يثبت حقيقة أن الانفصال وقع لأنه ده مطلوب الإرادة الجنوبية يعني. فطلب الوحدة الآن بيكون مراغمة لهذه الإرادة يعني. فعشان الناس يقعدوا يراغموا الإرادة دي قالوا نعمل وحدة بطالة جدا يعني، عشان تقوم تاني تدور حرب تاني من جديد، وهذا خبل يعني. الثانية يعني الانفصال ده زي ما قلت لك مورس كثير جدا، تجاربه متاحة كثير جدا، ما مشكلة، ما عيب، ما جريمة إنه الناس تنفصل بالحسنى يعني. وبعدين أصلا ما يعني 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 إحنا بدعوتنا هذه نقصد إنه نحرر العلاقة بين الطرفين وإقامتها على حسن الجوار، ومطلوب السلام أصلا هو بداهة يعلو مطلوب الوحدة. الوحدة بحرب أحسن منها السلام، السلام بالجوار أحسن من الوحدة بحرب بداهة يعني. يبقى إذن الحل الموجود قدامنا، الحلول المطروحة أو الحل المطروح هو أحد حلين، يا إما وحدة ظالمة على شروط نفاشة، يا إما انفصال عادل مسالم يحفظ حسن الجوار بين الطرفين ويطور علاقة. لو فعلا العقل الشمالي ده بقى عقل كويس والعقل الجنوبي ده بقى عقل كويس، اشتغلوا مع بعض لقدام، وكل واحد ينمي نفسه ويطور نفسه ويطلع من هذا الجوار الحسن وحدة لقدام يعني. لكن الآن بالحاصل ده ما في طريقة يعني. والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you very much. The organizers of this important debate, in which we are here to discuss this most important issue within the politics of our country. I have been asked to speak in English by the organizers for the benefit of our foreign guests and others, and I think for some more objective reasons. I shall speak, in fact I shall defend why okay. I shall continue to defend
why the Southern Sudan must remain within an integral united Sudan. We have distributed to you copies of my contribution, and so that we can maximize the benefits from the 20 minutes allocated, I shall be running through the text. I think as a matter of political reasonableness and rationality, the solution to our various political, economic, financial, social, religious, and cultural, as well as technological problems within the Sudanese political framework can only be satisfactorily addressed through dialogue, not through the dismembering of this country, not through dividing this country into various pieces so that we can address various political and economic security issues, problems, which are in fact caused by us human beings in the Sudan, not the Sudan as land.